الشك مروض وغني بايدك الشك الشك حم حم. البنت شمعة تحترق. ايه؟ ما تخضنيش بقى دي. انت دلوقتي قلتي انك ألفت حتة وانت طالعة السلم. ايوه بقى. فين دي؟ حم حم. يا سلام. حلوة. وانت طالعة هم هم؟ ايوه. امال لو كنت نازلة هتعملي ايه؟ نه نه. أنا بضحك معاك. لا شفت مطرف في مصر عمل كده؟ في الحقيقة لا. اللي ساب التحكيم وبقى يغني يعرف يعمل كده؟ ساب التحكيم وبيغني؟ ده مين ده؟ ما تعرفوش والله؟ لا والله ما أعرفه. ده مشهور أوى. مشهور أوى؟ مشهور أوى وأنا ما أعرفهاش؟ من استغرق؟ من استغرق؟ طب كمليها. من استغرق؟ يا عشان نفهم. مشهور أوي. مشهورة. أنا حاسس إن أنا أهبل. مشهورة أوي. ده مشهورة أوي. مين؟ يعني قولي. إيه؟ خلاص. يعني مش عارفة أنا. مشهور يعني مين؟ أقول غنوته؟ يا ريت. واحد اتنين تلاتة أربعة. إيه؟ ولا واحد ولا مية ولا ألف ستمية مليون مية ولا مليون. حبيب القلب من هو الجوا واللي ساكن مليون مية قلب من هو الجوا ولا مليون. هو اللحن مش غريب عليا بس ها الكلمات مش واضحه الحقيقه. يعني نفسي تدققي في الكلمات علشان بس اقدر اركز فيها اذا سمحت. يعني اني هقول واني هغار. اسمع. حاضر. ايه وبتقوليش حاجه خش. يعني أصله مشهورة. أنت ما تعرفوش. طب معلش قولي. اسمع. أنا سامع أهو. واحد اتنين تلاتة أربعة. إيه؟ ولا واحد ولا مية ولا ألف ستمية مليون المية ولا مليون. حبيب القلب من هو الجوا واللي ساكن مليون المية قلب هو الجوا كمان المليون القلب هو الجوا ولا مليون. مش أغنية. مش عارف مين اللي بيغني. حكيم ساب التحكيم وبقى غني. لا والله. محمد دياب يعرف يعمل كده؟ مين محمد دياب ده؟ عمرو فؤاد يعرف يعمل كده؟ العكس يا توفيق بابا. عباس يعرف يعمل كده؟ مين توفيق عباس ده؟ عبد الله محمود يعرف يعمل كده؟ ايوه انت شعبان عبد الحليم يعرف يعمل كده؟ مين شعبان عبد الحليم ده؟ ده مشهور. أنا عايزة أمثل يسعدك الشك الشك زيزي وأرقص وأمثل يسعدك الشك الشك زيزي خلينا أمثل يسعدك بس الشك الشك بس. قولي له النشيه بيه. قولي النشيه وفرعيه بيه. يا ريت قولي النشيه. عايزة أسمع النشيه. أقول ولا غور؟ ده يا قولي يا بيه وديهم لك تخافوا من أهلا بيكو شك أهلا بيكو شك زيزي يلي إحنا جينا
عندكم بيدي. الشك الشك اهلا بكم الشك الشك اهلا بكم الشك الشك احنا جينا الشك الشك بس هلا احنا فرحانين بلا فرحانين بلا متنيلان كده زيزي بقى مديلك البنت عشان تظبطيها وتوضبيها تعملي اللي بتعمليه ده وانيش دراني وانيش دراني جاتك القوى انت ايه مرض عدوى ايه يا اختي انت بتفرضي ثقافتك علينا اني ضد العولمه ايه اني ضد العولمه لا اني ضد العولمه لا 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 اه يا ود يا ويله ايه اه يا ود يا ويله ايه الهوني في الديره ايه الهوني في الديره يا حلوه يا بلا حياه مما شربتي اخواتي علينا بس يا اما بس يا اختي يلا يلا برا اهدي يلا اهدي يلا يا كلاب انا في الخلافه ضيه بتاعتي يحصل كده اه يا واد يا ولد ومشهوره قوي ايه ده طيب يا سيدي انت طردت فرقتي طردت فرقتي ايوه طردت فرقتك انت مش اخلاق فنان امال اخلاق ايه زبال تعالي هنا تعالي هنا اقفي هنا مش عايز اسمع صوتك ليه بيه ليه بيه ده انا هبهدلك ولا نفس اني قلت بس اني بس اني قلت اخرسي البلا في شكلك ضربه في مسارينك انت قلت ايه قلت ايه دلوقتي وانا ماشي اني ما قلتش حاجه انت هتعملي لي فيها بريئه بقى ما قلتش حاجه انا سمعتك ببرطمي وانا ماشي قلت ايه والله يا ابن اللذين ما قلت حاجه والله العظيم والله اني اولاد اني مظلومه بس ايه ابن اللذين دي انت سيدنا بس انت على راسنا اسكتي خلاص خلاص انتهينا كاتك الخرف خلصت راحك ده انت راس يا بيه اشيلك على بس راس يا بيه خلاص مش عايز اسمع صوتك خالص كبله في شكلك السالفه مناخيرك انت قلت ايه فعلا قلت ايه دلوقتي انا سامعك وانا ماشي قلت ايه والله يا بلا زينة مش عايز اسمع الصوت الخط تعالي لا تعالي هي نفس الطول نفس الشكل نفس طول الشعر نفس لون العينين هي باكينام يا ربي هي باكينام الحمد لله بقولك ايه تعرفي تفي فاكينام قالت سو مش خخ ايه ده انت اتجننت ولا ايه عزب بقى بكلم نفسك ليه ايوه اتجننت ايوه وهجننك معايا اصبري عليا اتجنني ليه قلعتوني ولبستوني وصورتوني من غير ما تقولوا لي يا اولاد اللذين بس ايه اولاد اللذين هدي بس خليكي معايا بص بتوقفوني بالمعوج يا ولاد اللذينة بس بس بتوقفوني معوجة لا بس. لا لا كده بس لا. ده شرف البنت زي عدد بس دي باكي نام ايوه ودي باكي نام ايوه وانت هيبقى اسمك باكي نام وهندلعك نقولك يا باكي اني مش باكي على حد وبعدين اني بنام في بيتني اني من عالة من عالة من عيلة مين ان شاء الله؟ أنا شربات بنت الزناتي يعني بنت الزناتي خليفة؟ ايوه بنت الزناتي خديجة اولا الزناتي ده مش ابوكي ده جوز امك ماني عارفة بقول له يابا بالك انا لو لقيت حد احسن منه وكتاب لما كنت عبرته يا سلام على الاصل اي
ايوه والله بارد. اي برافو عليك. عموما يا شربات، يعني انا اعرف ان ابوكي احلى من الزناتي. يعني اهدي اهدي. ايه في ايه؟ انت يعني شكلك كده يعني ببصبص لي وبتملس علي، وده موقف غير مستحب لانيسه زيي، ويعتبر في القانون تحرش. يعتبر ايه؟ تحرش. واني ممكن اصوت والم عليك ولا الناس. صوتي ولا تلمي. امال ايه؟ ولا حاجه. ايوه انت هنا اعتذر. حقك عليا. تقبلته. وانا كمان تقبلته. بره امشي. اهدي بره. ايوه بره. يا ابن الأزينة، الناس كلها شاهدة عليك والله. ماشي. حسبي الله والله العظيم. طيب. واللي في بطني داني مش هسيبها ابدا. لا والله العظيم. انتوا ليه؟ اهدي. تعالي هنا. اهدي. ايه؟ نفسي راحة لا ترمس يا محسن والله لا ترمس. انا مش محسن ولا ترمس. انت بتستهبلي عليا؟ ايه اللي بتعمليه بالظبط؟ انت مش فاهمني لعبة. بحب افهم. اني بضحك معاك. اقفي هنا. شوف يا شربات، ماني شايفة لا هواني عامية. انا مش قصدي تشوفي يعني تبصي، انا قصدي اقولك يعني خليكي معايا. ماني معاك لا هواني سيبتك ومشيت. انا مش قصدي تخليكي معايا يعني تفضلي، انا قصدي اقولك يعني فوقي. ماني فايقة لا هواني ضربة بنجر ولا كوشة. بس بقى بس. انت ايه لسانك ده مبرد؟ كل ما اقول لك كلمه تطلعي لي ديل. طلع لك ديل. ديل ايه؟ خبيها ورا. ايه داريه؟ هو ايه اللي داريه؟ داريه داريه. ايه هو اللي داريه؟ داريه دالك. داريه ايه؟ انا مش عايز استعباط. كل ما اقول لك حاجه تقعد تمط في الكلام. تمط في الكلام يا بني. قلت حاجه بتقولي كتير. الله، عندي هخلص. لا ما تخلصيش. امال ايه؟ خدي بالك. ها هو ايه؟ بالي. اه يا بنت اللذينة، والناس دي كلها شاهدة عليكي، واللي في بطني ده والله يا بنت اللذينة ما حاسبك ابدا. لا 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 اقعد عشان استريح. ليه؟ عشان اللي في بطنك يا اختي. اختي في عينك. هتستعبطي عليا؟ دي مين؟ وانا مش درانة. مش بتقول تصويرتي؟ دي باكينام. ايوه ودي؟ باكينام. ايوه انا فين؟ الحمد لله. دي باكينام وده باكي صاحي. آه! أني بضحك معاك. قولي ورايا. أنا باكي نام. اهدي. إيه؟ أنت مش سائل إن ده باكي نام وده باكي نام؟ يبقى أنت إزاي باكي نام يا أخوي؟ اسمها إيه؟ باكي نام. باكي نام؟ اسمها باكينا. ايه يعني انا هخرج من النشيه ادخل في باكينا؟ انت بتجيب الكلام ده منها؟ الا باكينا. اسمها باكينام. ايوه باكينا. اللي ايوه باكينا. اسمها باكينام. ايوه باكينا. ايه الالاطه دي؟ اللي ايوه باكينا. كل حاجه ايوه. ايوه باكينا. ايوه 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 باكينا. اه البنت محضره دكتوراه في ايوه. كل حاجه ايوه ايوه. ايوه دكتوراه. ايوه ايوه ايوه. كاني حمار. ايوه جاتك الهوا. ما تستعبطيش. اقفي هنا. انت باكينام. اهدي. ايه انت مش ساين ده باكينا وده باكينا؟ وان انت كراجل يعني باكينا؟ يبقى انا ازاي باكينا؟ دي باكينام. ايوه. ودي باكينام. مفهومة. وانا باكينام بدري. اني بضحك معاكي. ماني عارفه. الله يحفظك. تحبي تبقي باكينام؟ ايوه. الحمد لله. ايوه. بس انا عايزك تفهميني. اني فهمك والله. تفهميني كويس يا حبيبتي. يا باني فهمك والله. يا ماما فهميني بقى. انت ابني؟ كنت فين يا صايع يا قلع؟ كنت فين يا طير؟ يا كنت فين؟ كنت فين ايه؟ هو مين ده؟ انا ابنك؟ ايوه. انت هتسكتي ولا اديك على خلقتك؟ عايز تدي امك على خلقتك؟ انت مش ابن بطني. ايه يا اختي؟ انت ابن حرام يا ولد. بيت بقول لهم
ام وبت بعد ما شلت 17 سنه. 17 سنه؟ ايوه. ليه؟ ده انت كده تبقي غلبتي في ريال. 17 سنه ده ايه؟ ايوه. يلا عذب. والنبي ايه؟ ايوه. كل حاجه ايوه. خلاص قلت لك تحبك ينام؟ خلاص قلت لي هبقى باك ينام. ايوه هبقى ينام. اوكي. ايوه. علشان تبقي باك ينام؟ قول. اعملي اللي هقول لك عليه. قول. هتعملي اللي هقول لك عليه؟ ايوه قول. الا ايه قول؟ قول. قول ايه؟ اقول. حاضر هقول. ايوه قول. حاضر. علشان تبقي باك ينام؟ ايوه. اقف يا عدل كده. ايوه. افردي ظهرك كده. صدرك لقدام. ايوه. دقنك لقدام. اهدي يعني كده اهو. بالظبط كده. اه كده اهو. علشان لما تمشي تمشي كده اهو. ايه العبط ده؟ عبط في عينك. ايوه بقى. لا بان يا اسفه بنت على راسنا بقى. طب امشي واني هبرص عليك. ايه؟ امشي وهتبرص عليا؟ اسمها هبرص عليك؟ ايه؟ ليه همشي لك على الحيطه؟ اللي هبرص عليك دي كمان. ما تجننينيش. اني جننتك؟ ايوه بتجننيني. يا ظالمني. بس. مفتري. اه انا مفتري. ايوه ايوه مفتري. ايوه ايوه انا مفتري. هتتشوي فوقها. بس بقى. تقف يا عادل. ايوه. دقنك مش كده، دقنك لورا شويه. ايوه. بصي بقى ركزي معايا. ايوه يا بقى. عايز منك ليونة. لمونة؟ لا. لا يعني. لمونة ايه؟ بقول ليونة. ليونة. ايوه قصدك يعني. ايوه قصدك يعني. ده سهل القصدك ده. واني بعرف اعمله والله. كده هتبعتري زي الرز. ما تقولش رز، قول عدس. اني بضحك معاك. بس. اهديه. ايه؟ انت تركب الهوا ولا مش عايز تعبط؟ اقفي. اني بستعبط يا ولا يا باه. اقفي بقى. الله. بس بقى. اني عملت حاجه بقى. طب اقفي هنا. ايوه بقى. مش عايز استعبط بقى. الله. نام. اقفي بقى يا بني. واقفه واني قاعده. ابعدي شويه. لا بقى. ده القرب حلو يا باه. هتستعبط يا منى؟ اللي هو كده خلاص بقى. ايوه باه. طب بس خلاص. بصي بقى. باكينام لما كانت بتمشي كانها بتقول لنفسها انا باكينام وانا واثقه في نفسي. ايوه اني باكينام واني ماسكه في نفسي. ماسكه في نفسي؟ ايوه اللي بعدها. ايوه. اسمها واثقه في نفسي. ايوه واثقه في نفسي. ده روسي ده؟ يعني ايه غزك نفسي؟ ايه انا غزك نفسي دي؟ امال انا واثقه في نفسي. واثقه في نفسي. ايوه واثقه في نفسي. ايوه هي دي بالظبط. واثقه اني في نفسي. اه بصي بقى انا عايزك تمشي بقلاطه. بلاطه؟ اهدي. بلاطه ايه؟ امشي بالشاكه. اني شيك والست زوزه جابت لي اللبس ده وقالت لي اني شيك. امشي بلاطه. وقالت لي اني بت امشي مش مخ. قالت لي تشمخ يا بنت على انا عايزك هانم. وقالت لي اكتر. يخرب بيتك. ايه بت؟ اهدي. في ايه؟ اني تد. مش عايزه تبقي باكينام. اعملي اللي بقول لك عليه. باكينام دي صعبه. اني عايزه البنت بطه. باكينام. البنت وزه. باكينام. البنت خضره غريبه. انا قلت باكينام. لا باكينام. ادفع لك ولا باكينام. ايه؟ قلتي ايه؟ تعالي هنا. بت بقول لك ايه؟ اثبتي. قولي قلت ايه؟ قولي قلت ايه؟ اتحفيني انا سعيد. قولي قلت ايه؟ ادفع. ادفع؟ يا دي قطة والله. ادفع. الله الله الله. ادفع. هي هي بالظبط. مرة كمان. انت مبسوط ولا ايه؟ جدا جدا. املى لك ازازي و لا ازازه ايه؟ امال ايه؟ ازازه ليه؟ يعني جرعه متكثفه كل شويه تلف تلف. لا انا عايز منك حاجه واحده بس وتقوليها لي. ايه؟
انت باكينام؟ ايوه. ما شاء الله ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله. أنور وجدي بشحمه ولحمه قاعد قدامي. إيه رأيك يا مفتاح؟ أنور بايت من جديد وقاعد قدامي، أصلح واحد في البلد يلعب دور أنور وجدي. يعني أنا مش كلب بلدي ولا حاجة؟ نجم قاعد قدامي. طب بالنسبة للمشية؟ أنور ماشي. طب بنات انصرف. أنور بيصرف يا بنات، اسمعوا الكلام. والآسف. نعم حبيبي. أنا مش كلب بلدي؟ إطلاقاً أنور وجدي واقف قدامي. أمال ليه عندي إحساس رهيب بالهوهوة؟ عادةً ده بيبقى تفسير علماء النفس، هوهوة عند النجاح في الكفاح. يعني أنت هوهوت قبل كده؟ أوه يا ما نجحت لما نجحت، يا ما يا ما يا ما. طمنتني على نفسي. عارف يا واد يا بروتا؟ أكتر حاجة بخلياني مبسوط وسعيد إيه؟ إيه؟ إن أنا سافرت قعدت سنين في الخارج أكافح وأناضل وأعمل مظاهرات وانتفاضات وحروب لغاية ما بنيت اسم مفتاح مفتاح، المناضل والثوري اللي مدوخ وراه مباحث العالم. ربنا يزيدك. ورجعت لقيت صديقي شقيق عمري ناجح نجم الناس بتشاور عليه في الشارع. انت وش السعد علي. وانت وش الهنا علي. بس لعلمك يا مفتاح انا زعلان منك برضو، صعبان علي. ليه يا حبيبي؟ بعد ما انت سافرت الدنيا شبعت فيا الشلاليط. شلاليط؟ اه جمع شلوط. شلوط وبتقولها بجرأة كده يا اخي. ايوه. عموما احمد ربنا يا بروتا. الحمد لله. انت كنت بتاخد الشلوط هنا وسط اهلك وناسك في بلدك. ها. في حد يحميك. ايوه. اما انا فاثناء الكفاح والنضال والمظاهرات والانتفاضات كنت اخد الشلوط ينطرني من بلد لبلد. ياه. من قاره لقاره. اتشلطت كتير. لفيت ال 250 قاره بتوع المثلث الارضي. لفيت ال 250 قاره بتوع المثلث الارضي. ايه ال 250 قاره؟ بتوع المثلث الارضي، ما خلتش بلد. ايه دول؟ ايه دول؟ ال 250 250 قاره بتوع المثلث الارضي. يعني العالم كبر فجاه؟ زاد مع زياده الاسعار. فعل ليه يا بروتو؟ اصل انت بتقول 250 قاره بتوع المثلث الارضي. مثلث ارضي ايه؟ مفيش قاره على وجه المثلث الارضي ماليش فيها صوالات وجوانب. يا جدع انت ايه؟ طب فعل ليه يا بروتو؟ ايه لفيت انت سافرت فين؟ ال 250 قاره بتوع المثلث الارضي. 250 قاره ازاي؟ يعني هما مش سبع قارات؟ ده انت في غيبوبه، مش في كوكب الارض. كوكب الارض ده ما هو الا مجموعه قارات. يا بتقول ايه انت؟ كوكب الارض ده كوكب؟ اه كوكب. كوكب الارض ده ما هو كوكب الارض. اه ده واحد من ضمن مجموعه كواكب بتلف حوالين الشمس. كواكب في ايه؟ انت رحت فين؟ لفيت كل بص، كوكب الارض ده ما هو الا متقسم قارات. اوكي. في الشمس. الشمس ده بتلف حواليها مجموعه شمسيه، مجموعه كواكب. خلاص انت بتشرح لي احياء. ايه احياء؟ احياء يا ابو جهل الله يكسبك. ايه كواكب ومجموعه؟ الشمس بتلف حواليها كوكب الارض، كوكب المشترى، تحسين بين السرايات، مجموعه تحسين. انت رحت فين؟ ال 250 250 قاره. بقول لك سبع انت مش بتسمع فؤاد المهندس يقول لك قلبي يا غاوي سبع قارات؟ يعني هو ده برهانك ان كوكب الارض سبع قارات؟ اه هو ده دليلك يعني؟ اه يعني انت ما تعرفش ولا ايه؟ ايه اللي اعرفه؟ ايه ده؟ انت إيه؟ ما عندكش خلفيه ولا ايه؟ ايه الخلفيه دي؟ انت ما تعرفش ان المثلث الارضي زاد ولا ايه؟ كوكب الارض زاد. المثلث الارضي؟ اه هو مش الكره الارضيه؟ ايه ده يا راجل، ده انت قديم قوي، ما اتلغت الكره دي من زمان. الكره اتلغت؟ انت ما عندكش خلفيه ولا ايه؟ مين اللي لغاها؟ اللي ماسكين الكره لغوها من فتره طويله. هو في ناس ماسكه الكره؟ يا بروتو مالك انت منفعل ليه؟ يا جدع انت بتقول ايه؟ ال 250 قاره جت ازاي 250؟ اه ايه؟ انت ما عندكش خلفيه ولا ايه؟ ايه الخلفيه دي؟ مش الاطلنطي دخل كردون مباني فطلع مجموعه قارات جديده؟ ايه ده؟ 6 اكتوبر والشروق. امتى؟ ومجموعه كبيره جدا. امتى ده؟ ايه يا فروت عيب؟ يا ابني انت راجل نجم. يعني ايه؟ يا افرض طلعت في برنامج تلفزيوني على الهواء والمذيعه زنقتك وسالتك قالت لك كوكب الارض كام قاره؟ كوكب ما تعرفش ترد؟ ده انا ابقى خايب كده. تسقط من نظر جمهورك اللي بيحبك. عندك حق. ده انت مثل اعلى الشباب كتير. اه يبقى لازم تثقف نفسك. ايوه لازم. لازم تثقف. من هنا ورايح اتفرج على تلفزيونات نظيفه، اقرا كتب نظيفه، جرايد. ده انت بثلاثه ساغ لو اشتريت جورنال بتزوقيني يا ماما من على اي ناصيه. اسمه ايه؟ اسمه بتزوقيني يا ماما انترناشونال جورنال. وفتحت صفحه القارات، صفحه 1,300,000، تكتشف ان ده مجنون. في ايه يا
انت في حاجة اتحبشت؟ انت بتزعل ايه؟ انا اشتري جورنال صفحة 1,300,000؟ ايوه ده انترناشونال، ده في ناس بتاخد ثانوية عامة من أول سطرين في الجورنال ده. انا اقرا 1,300,000؟ معكش فلوس افتح القناة المية المحلية بتاعت الدلتا. مية؟ انت ارقامك زادت. فيها 100 محلية. ايوه انا عندي 8-9 قنوات. اشتري اريال جديد يجيب لك واريال ليه؟ اقف انت هتجيب ال 100، مش محتاج اريال. ايه اللي انت تعبان؟ انا مش تعبان، انا بحاول اثقفك، انت اللي جاهل. في ايه يا ولا اسف؟ في انت اللي مفعل. انا مش مفعل، انت اللي بتحب ابوس ايدك. وطي صوتك. انا مدوخ ورايا مباحث ومخابرات العالم، صوتك يعلى قمر صناعي صورنا، حد يتصنت علينا هيتقبض علينا احنا الثلاثه، هتودي نفسك في داهيه معايا، فمالوش لازمه. من فضلك حاول ان انت تركز، ان يبقى كل تركيزك في استيعاب المعلومه اللي انا بقدمها لك عن مجموعه الكواكو اللي بتحصل. كواكو؟ انا مضايقاني حكايه الكواكب دي. وطي صوتك، حد يسمعنا يتقبض علينا احنا الثلاثه. ابوس رجلك. ايه احنا الثلاثه دي يا برو؟ ارقامك زادت. انا مش مصدق نفسي. انت في ايه؟ انا مش مصدق نفسي. انت قاعد بت بكدا. انا مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسك في ايه؟ في مقابله تقابلها لي بعد 30 سنه في الغربه وحشتني. 30 سنه؟ قلت اجي اقعد معاك. 30 سنه؟ 30 سنه ده انت عندك كام سنه؟ 28 و7 شهور. احسبها بقى. احسبها بقى. يعني انت متغرب قبل ما تتولد بسنه و خمس شهور. عشان ما تفكرش يا غبي. هتجنني؟ يا جدع انت بتبقى ايوه ليه كده؟ يا بروتا بهدوء، انت عندك الدولار بيعمل كام شهر؟ دولار؟ ايوه الدولار بيعمل كام شهر عندك؟ بص انا جبت سير الدولارات. مش انت اللي بتسالني يا بروتا؟ عيب، وطي صوتك، حد يسمعنا نتحبس احنا الثلاثة. ابوس ايه حكاية احنا الثلاثة دي؟ يعني دي ايه الحكاية دي؟ بروتا ده جزائي. انا عايز يتقبض علينا احنا الثلاثة. ده جزائي؟ انا عايز اشوف اني كلبش ده ياخدنا احنا الثلاثة. ده جزائي يعني؟ فين الثالث؟ انت وحشتني، قلت انزل اقعد معاك نص يوم 48 ساعة يتعدوا على تعابين الساعة تقابلني كده. يعني انا جاي اشوفك 48 ساعة يتعدوا على تعابين الساعة وامشي. تعابين الساعة؟ في ايه يا بروت؟ ليه كده؟ تعابين ساعة ايه يا جدع حتى؟ ايوه الساعة. مش الساعة دي عقارب الساعة؟ اه ايه حكاية دي؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ ما عنديش خلفية. العقارب اتلغت من فترة يا اكسلانس. لغوا العقارب؟ من فترة طويلة. مين اللي لغاها؟ اللي ماسكين العقارب لغوها من فترة طويلة يا اكسلانس. هو في ناس ماسكة العقارب؟ وطي صوتك، قمر صناعي صورنا، حد يتصنت علينا يتقبض علينا احنا الثلاثة. ابوس انا رجل. عايز انت منفعل قوي. انا عايز احنا الثلاثة يتقبض علينا. انفعالك ده خطر. انت حيوان. تشتمني بعد 30 سنة في الغربة ونفسي اشوفك. 30 سنة تشتمني؟ انت جدع انت بقى. خسارة، خسارة على الصداقة. يا خسارة على ايش؟ خسارة على ايش والبطيخ اللي ياما طفحناهم. ده انت حيوان كده. دي مقابلة جاي اقعد معاك نص يوم 48 ساعة. ايوه ايه نص يوم 48؟ اليوم عندك بكام؟ انت عندك الدولار بيعمل كام ساعة؟ دولار ايه؟ مش الدولار بيعمل حوالي انا جبنا اسير الدولارات. ايوه الدولار بيعمل كام ساعة عندك؟ بيعمل الدولار بيعمل 96 ساعة، يبقى اليوم كام؟ 96 ساعة. انت حيوان. شوف انت بتغلط. انا بقول لك بصراحة بقى، يعني انا ده جزائي بعد 30 سنة وحشني قلت اشوفك. 30 سنة جاي تقضي معايا نص يوم 48 ساعة؟ يبقى اليوم بكام؟ 96 ساعة. انت بت اليوم ب 96 ساعة خلاص يا عم. ما كانتش يعني 24؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ واضح اني ما عنديش. الخلفيات كلها عندك انت. يا بروتا انت جاهل ولا ايه؟ ايه الخلفية دي؟ 24 ساعة دول اتلغوا من فترة طويلة. لغوا ال 24 ساعة؟ مين اللي لغوها؟ اللي ماسكين ال 24 لغوها من فترة طويلة. انت بتعرف الناس دي ازاي؟ وطي صوتك، قمر صناعي صورنا، حد يتسند يتقبض علينا احنا الثلاثة. ايوه احنا الثلاثة على اي اساس؟ احنا الثلاثة؟ على اي اساس؟ على اساس انا وانت. يعني ايه انا وانت ثلاثة؟